وصلت إلى مكة المكرمة أولى طلائع الحجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذين صدر أمره الكريم باستضافتهم لأداء فريضة الحج هذا العام، والذي يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج. وللحديث أكثر حول ضيوف خادم الحرمين الشريفين ينضم معنا من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين موفد الإخبارية محمد آل محيي. أهلا بك زميلي محمد. في البداية حدثنا عن وصول أولى طلائع حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة، وما هي الخدمات التي قدمت لهم في أثناء هذه الضيافة؟ نعم، أهلا بك زميلي وليد، وأهلا بالسادة المشاهدين. نحن الآن في مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام. حتى هذه اللحظة وصل 1038 ضيفا من أصل 3650 يمثلون 80 دولة. بإذن الله سوف يكتمل العدد بعد غد الأحد. زميلي وليد، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج. والحديث أكثر عن هذا البرنامج يسعدنا أن نستضيف أمين عام البرنامج الأستاذ عبد الله المدرج. مرحبا أستاذ عبد الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييك استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، ودنا تحدثنا عن الخدمات المقدمه لضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام. اولا نحمد الله عز وجل على وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين الى مكه المكرمه، وكما اشرت وصل الى هذا اليوم يوم الجمعه الثالث من شهر ذي الحجه اكثر من 1000 ضيف في البرنامج العام. هذا البرنامج الذي بدأ عام 1417 للهجرة وهو في عام 21، نستضيف فيه 1300 من قرابة 80 دولة، إضافة إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء من فلسطين، وأيضا برنامج خادم نستضيف فيه 1000 أيضا، ونستضيف 1000 من برنامج خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء من رجال الشرطة والجيش المصريين. كذلك الأمر الذي صدر قبل أيام معدودة من خادم الحرمين الشريفين باستضافة أسر الشهداء السودانيين المشاركين في عاصفة الحزم، ويصل عددهم قرابة 300 أو يزيدون. ولله الحمد الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج بشكل عام، أكملت استعداداتها بالكامل مثل ما ترى، ونحن الآن في مقر سكن ضيوف البرنامج العام. في المقرات الأخرى لدينا الآن أكثر من 5 مقرات للضيوف، كلها يعني الاستعدادات فيها متكاملة، وفي كل مقر سواء في مكة المكرمة أو حتى في مطار الملك عبد العزيز أو في المشاعر المقدسة هناك لجان يرأسها عدد من القيادات في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والاستعدادات تقدم على أعلى مستوى. ولله الحمد وصل الضيوف بسلامة، وحقيقة كلهم ممتنون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه الاستضافة وتحقيق هذه الرغبة والأمنية العظيمة لهم في تأدية هذا الركن العظيم. أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وإن شاء الله الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لها خطة ككل عام تقر من معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وتسير عليها اللجان المتعددة. لدينا أكثر من 14 إلى 15 لجنة، كل لجنة لها خطتها ولها برامجها، ولله الحمد الإخوة في اللجان العاملة يؤدون دورهم على أعلى مستوى، والحجاج الضيوف سعيدون بما يقدم لهم. نسأل الله عز وجل أن يصل بقية الضيوف وهم على يعني يصلون بشكل متوالي، وكما أشرت يومين ثلاثة بإذنه تعالى ويكتمل العدد وتنطلق مسيرة الرحلة المباركة الحج. هناك مجموعة من الحجاج القطريين وصلوا إلى الأراضي المقدسة، منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة ماذا قدم لهم وماذا سيقدم لهم في الأيام القادمة؟ أولا جميعا يعني كل المسلمين يقدرون ويثمنون ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من دعوة أخواننا وأشقائنا القطريين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج. كما تعلم نحن على تواصل مع الجهات الأخرى المختصة للتنسيق والترتيب لمن يرغب منهم أن يأتي إلى
أداء فريضة الحج، وقد أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المقرات في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي مطارات المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات الأخرى، أيضا في المشاعر المقدسة وعدة المخيمات اللازمة لهم. لا شك أنه حسب الإحصاءات التي تردنا أنه وصل إلى المملكة قرابة 1000، ووصل عدد منهم إلى مكة المكرمة. بالنسبة لنا في وزارة الشؤون الإسلامية يبدأ التنسيق حقيقة من منفذ سلوى، ولدينا لجنة هناك، وفي مطار الأحساء أو الدمام، ولدينا أيضا مندوبين هناك، ووصلت الإحرامات إلى هذه المطارات، ومجرد أن ينطلقون من الأحساء أو من الدمام هناك لجنة الاستقبال والسفر في مطار الملك عبد العزيز أو حتى في المدينة أو في مطار الطائف هناك لجان تستقبلهم وينقلون إلى مقر السكنة مثل بقية ضيوف البرنامج في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وقد أعدت لهم السكن الخاص. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين على هذا العطاء لكل حقيقة إخواني المسلمين. وأيضا أنا بدوري أستغل هذه الفرصة لأنقل ما حملونا هؤلاء الضيوف في كل برامج الاستضافة التي تشرف عليها الوزارة من الشكر والثناء والدعاء لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية على تحقيق هذه الأمنية الكبيرة وعلى ما وجدوا حقيقة من استعدادات كبيرة وخدمات عظيمة في الحرمين الشريفين. من العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبد الله المجند، شكرا. شكرا، شكرا لك. زميلي وليد، ضيوف خادم الحرمين الشريفين سعداء بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج هذا العام، وأيضا عبروا عن شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وأيضا ما وجدوه هنا من كرم الضيافة وأيضا حسن الاستقبال والمعاملة. نعم زميلي محمد المحيي من الإخبارية، كنت معنا في استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين، والذي يستقبلهم خادم الحرمين الشريفين كل عام في ضيافته لأداء مناسك الحج. شكرا جزيلا لك محمد.